يجترح المعجزات لتحقيق الأمنيات. هكذا هو الساحر في منظور البعض الذين يأملون أن يتخلصوا من مخاوفهم بمجرد اتخاذ قرار زيارة الساحر. لكن ماذا إن خيب الساحر الأمل وارتكب جريمة لا يوجد قانون يحكمها؟ في حاجة ملحة لقانون جرائم السحر، لأن انتشر الفترة الأخيرة جرائم كثيرة بالنسبة للسحر، وبالنسبة للسحر والشعوذة لا يقل خطورة عن قضايا المخدرات وقضايا الدعارة وقضايا الخمور، فهي تمس وتهدد المجتمع والضر في المجتمع بصفة عامة. بالنسبة للقانون الإماراتي لم يحدد مادة صريحة وواضحة لجرم من يرتكب عمل السحر والشعوذة. يرجع المختصون أسباب لجوء البعض للمشعوذين إلى المكونات الثقافية والبيئية، بجانب الرغبة الملحة في تحقيق أهداف أو طموحات تبدو بعيدة المنال. في ضعف في الشخصية، لذلك هو عايز حاجة يستقوى بها، شيء يستقوى بها على المستقبل، يستقوى بها على شيء موجود في عالمه هو الشخصي، فبالتالي بيبدأ يلجأ للطرق دي وبيسلم نفسه للساحر أو المشعوذ أو النصاب بصورة مبسطة جدا، ويكون كورة سهلة جدا يلعب فيها. كثيرة هي الممارسات السحرية التي يلجأ إليها البعض، وهم يعتقدون أنها ستحل مشاكلهم وتخلصهم من الخوف. لكن أن يلجأ الإنسان للمتعة من خلال تخويف النفس ويدفع المال لذلك، فهذا هو التساؤل الذي نتوقف عنده. لماذا؟ إذا كان الخوف يشكل دافعاً عند بعض الناس للجوء إلى السحر، فإن الخوف نفسه يشكل متعة لا تضاهيها متعة عند البعض الآخر، وهو مستعد لدفع المال من أجل الحصول عليها، ما يشجع المستثمرين لولوج هذا المجال الذي يبدو أنه يجتذب الكثيرين، لا سيما إن تشاركت معه الأسطورة. أحياناً الانبساط هو الموضوع غريب شوي، بس الانبساط جاي من الخوف، وقت ما تخافي كثير لأنه هذه تجربة جديدة ما بتعرف فيها. بتعرفي إحنا كبني آدم كثير عندنا تخيلات ومقولات وقصص، فهيك إنه بتعمل إكسايتمنت لأنه قصص جاية من صغرنا. الإثارة والمتعة والخوف يتشاركون معا ليضفوا إلى حياة البعض نكهة غريبة يستلذون بها من دون أن يعرفوا لها جوابا. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي، فائزة العزي.